السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موسم عبادة جديد يحمله معه شهر رمضان المبارك إلى المسلمين في فرصة سنوية ليجدد المسلمون بها حياتهم والتقدم بواقعهم من طريق العبادة الحقة لله تعالى. وبالرغم من الاحتفائية الكبيرة التي يقابل بها العالم الإسلامي هذا الشهر الفضيل وبما يقومون به من أعمال العبادة والامتناع عن المحرمات والإقبال على القرآن، بالرغم من كل ذلك فإن تغيراً جوهرياً لا يطرأ على واقع المسلمين، إذ سرعان ما تعود الغفلة إلى الجوارح وتنزوي مقاصد الصيام في هذا الشهر وأهمها التقوى، تنزوي بعيدة بدون أثر يذكر في تعاملات كثير من المسلمين وأخلاقهم. قبل السؤال عن السبب في هذا الواقع المستمر، يحسن السؤال عن القيم العليا التي جاء شهر رمضان ليرسخها في حياة الناس، وعن الأفكار والحال التي ينبغي للمسلمين أن يستقبلوا رمضان وهم عليها. ثم السؤال عن السر الكامن في جعل الله رمضان موسماً لانتصارات كبيرة وكثيرة في تاريخ المسلمين. نرحب بضيف الحلقة الدكتور عمر عبد العزيز القرشي، أستاذ العقيدة والأديان والمذاهب. أهلا ومرحبا بكم دكتور. أهلا وسهلا، مرحبا أستاذ جهاد، حياكم مرحبا الله. لكم ومشاهدينك الكرام. حياكم الله دكتور، كل عام وأنت والسادة المشاهدين الكرام بألف خير بمناسبة هذا الشهر الكريم، متمنين أن يعود على المسلمين جميعا بخير وسرورهم في أحسن حال إن شاء الله. وأنتم بخير وصحة وعافية ونصر وسعادة وسيادة وتمكين. حياكم الله دكتور. بداية، يعني نحن الآن في موسم رمضان وفي بدايات هذا الشهر الفضيل، لو تحدثنا عن الأفكار والتصورات التي ينبغي للمسلم أن يحملها وهو يستقبل هذا الشهر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. على العموم، المشاعر التي ينبغي أن تكون موجودة تجاه هذا الشهر وتجاه استقباله، أن يعلم المسلم وأن يوقن بأن الله عز وجل فضل شهر رمضان على سائر الشهور، وأن هذا الشهر هو بالنسبة لنا موسم للطاعات، وأنه بلغة التجارة أوكازيون للعام، فيه من الخيرات ما ليس في غيره. ولو جعلنا شهر رمضان في كفة وبقية الشهور في كفة لرجح شهر رمضان على ما فيه من نعم وعلى ما فيه من خيرات وعطاءات، فإن الله عز وجل جعل صيام رمضان سببا لمغفرة الذنوب، وإن النبي عليه الصلاة والسلام سن لنا قيام رمضان وجعل قيام رمضان سببا لمغفرة الذنوب، وفي شهر رمضان ليلة أبرك من عمر طويل مديد، فإن الله عز وجل لما تكلم عن ليلة القدر قال خير من ألف شهر. الحساب لما حسبوا الألف شهر وجدوها 83 عاماً وثلث. عندنا أعمار الأمة ما بين 60 إلى 70، وقليل من يتجاوز ذلك، فلو هي بألف شهر فقط فهي أبرك من عمر يزيد على 83 عاماً، فكيف وهي خير من ألف شهر؟ والله أعلم بهذه الخيرية المطلقة ليلة واحدة. ولذلك النفحات والبركات في شهر رمضان شيء لا نجده بقية العام. السعيد من حظي بهذا والشقي من حرم، في مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، مؤمنا بهذه الفريضة محتسبا الأجر عند الله والتعب والجهد. ونحن هنا نصوم مثلا قرابة 18 ساعة، وقد يشتد الحر والظمأ، لكن هو يحتسب عند الله عز وجل. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تخيل كل الذنوب التي فعلها على طيلة عمره،
تغفر بالصيام، مع أنه قد يدخر أموالا كثيرة ليؤدي فريضة الحج من أجل هذا الشيء، أن يقال له يوم عرفة غفر لكم ما أسلفتم، يقال لهم قد غفرت لكم ما قد سلف. فهنا يغفر بالصيام، وما لم يغفر بالصيام تأتي سنة القيام، التهجد، التراويح، فتكون جبرا. فيقول عليه الصلاة والسلام: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعندك الفرصة السانحة في العشر الأواخر من رمضان، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر على هذا الخير وهذا العطاء. فينبغي أن يتهيأ المسلم نفسيا لأن يعيش هذه النفحات، وأن يدرك هذه الخيرات صياما، قياما، قيام ليلة القدر، فضلا عن أن يكون شهر رمضان هو شهر القرآن، خصه الله بذلك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. المؤمن في وضعه الطبيعي ليس هاجرا لكتاب الله، أما العصاة فسيشكوهم الرسول عليه الصلاة والسلام لهجران القرآن. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فأنت كمسلم لك وردك اليومي من القرآن في صلاة فريضة ونافلة وفي غير ذلك، في الصباح وفي المساء. لكن إذا جاء رمضان الذي هو شهر القرآن، ينبغي أن يكون التعامل مع القرآن بصفة أكبر. كل من استطاع أن يختم القرآن ولو كل ثلاثة أيام مرة ما شاء الله، في العشر الأواخر يجعلها الختمة على يومين، على ليلتين، في اجتهادات. والسلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يجعلون شهر رمضان شهر الانقطاع عن المخلوقين إلى الخالق سبحانه وتعالى. لابد من هذه التهيئة، هذه هي فرصة العام وفرصة العمر، بما أننا لا نضمن أعمارنا. فالتهيئة النفسية لا تكون بإعداد المواد التموينية، وإنه راه شهر رمضان لازم نحضر فيه ما لذ وطاب، والخشاف والحلويات والكنافة والقطايف. وشهر رمضان عند الإعلاميين أو في أجهزة الإعلام التي جلها فاسدة إلا ما رحم ربي، بتستعد لرمضان استعدادات غير عادية. طول السنة أشياء قديمة، لكن كله في رمضان جديد. وطبعا إحنا الآن في ظل الكورونا أغلب الناس في البيوت، وفي الحظر الموجود في العالم الآن يعني، فيقوم الإعلام يبدأ يهيئ نفسه إنه الناس تبقى مع الإعلام ليل ونهار، صباح ومساء، أفلام، مسلسلات، مسرحيات. عندنا مثلا ناس كثير ممنوعة من الحركة، أو قل القانون ضد المساجد، ضد الجمع، ضد الجماعات. نعم. لكن محدش عمل قانون ضد مدينة الإنتاج الإعلامي، محدش طيب. عمل حظر على الناس اللي بيعملوا لنا الأفلام والمسلسلات والفوازير والمسرحيات، كل طيب. ده موجود. دكتور عمر، إزاي نهيئ نفسينا التهيئة بهذه الصورة؟ وهذه التهيئة شيطانية. نعم. المؤمن يقابلها بتهيئة ربانية. نعم. طيب دكتور عمر، حقيقة قدمت بداية طيبة عن يعني الكيفية التي يعني ينبغي أن يستقبل بها المسلم رمضان، لكن حقيقة ربما هذه النواحي قد صار العلم بها مستفيضا. أريد أن أذهب معك في الحديث إلى مسار آخر، منحا آخر، وهو أن العبادات في رمضان تتصف بصفة السلب، بمعنى أن الإنسان يقلع عن الأفعال، يقلع عن الأعمال، يبتعد عن المباحات قرب لله سبحانه وتعالى، باستثناء بعض أفعال الإيجاب مثل قراءة القرآن والنوافل، لكن الغالب عليها هو السلب، الابتعاد عن الأفعال. هل هذا يعني يفهم منه أن رمضان يعزز روح الانكفاء في الروح، في النفس المسلمة؟ رمضان كما فيه السلب فيه الإيجاب، كما فيه النواهي فيه الأوامر. فرمضان بيجمع ما بين الأمور السلبية اللي حضرتك بتتكلم عنها، تشير إلى أنه رمضان فيه كف عن الطعام، كف عن الشراب، كف عن الجماع، كف الأعضاء عن المحرمات، كف اللسان عن الغيبة والنميمة، كف النظر عما هو محرم، كف الجوارح عن فعل ما يغضب الله. نحن
نتعبد لله عز وجل بالنواهي وبالأوامر، بالنواهي فنكف عنها وبالأوامر فنفعلها. فكما أن رمضان تبدو عليه سنة الكف هنا والنهي عن هذه الأشياء فيما يمكن أن نسميه النواحي السلبية، فكذلك فيه الإيجابيات مستمرة كما فيه في غيره أو في بقية العام، يعني الأمر بالصلاة، الأمر بقراءة القرآن، الأمر بالنفل مع الفرض، الأمر بالزكاة المفروضة أو زكاة الفطر، الأمر بكذا وكذا. إذن لا يمكن حصر شهر رمضان في كف أو في سلبيات، هو يجمع ما بين الأمر والنهي، ما بين السلبيات والإيجابيات، لكن هكذا سمي صياما لأنه إمساك، وحقيقة الإمساك غير أصل الإمساك. يعني الصيام الذي يعرفه الناس من كتب الفقه هو الامتناع، الامتناع بنية من طلوع، الامتناع بنية عن المفطرات الثلاث أو شهوتي البطن والفرج أو الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. هذه مباحات نحن نربي أنفسنا بأن نكف عنها، لكن حقيقة الصيام أن الذي زجر نفسه وكفها عن المباحات وهي من أساسيات الحياة، الأكل والشرب والغريزة الجنسية أيضا في الإنسان كالأكل والشرب بالنسبة له، فهو كف ابتغاء مرضات الله عن هذه الأشياء، فمن باب أولى أن يكف عن المحرمات حقيقة الصيام. وهو المعنى الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. أو قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أن يدع قول الزور لا تجدها في كتب الفقه، هتجد الامتناع عن الطعام والشراب والجماع، لكن قول الزور وكل المحرمات واردة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وفي هدي وفيما التزمه من صيام والتزمه الصحابة رضوان الله عليهم. إذن حقيقة الصيام فيها هذا الزجر أو السلب كما ذكرت، وفيه الجوانب الإيجابية الأخرى. لماذا دكتور عمر سألتك عن ذلك؟ لأنه حقيقة هو جوهر العبادة هو السلب، الكف عن المباحات، ثم بعد ذلك تجد أن كثيرا يعني يكاد الأمر يتحول إلى ثقافة في العالم الإسلامي، تقل ساعات العمل، يتأخر الناس عن العمل. الإجابة الوحيد ربما يكون في حال كثير من المسلمين هو الغضب، تعبير عن الغضب بالجوارح أو باللسان، ربما هذه من النواحي القليلة في الإيجابية. بحتة يا أستاذ جهاد، هذه أمور سلبية بحتة. يعني أن تجد الإنسان في وقت شهر رمضان مثلا يخفض ساعات العمل عشان صايم، أو ربما جعل شهر رمضان أجازة، أو مثلا تجد الناس في رمضان أعصابها منفردة تقول لك صايم وأعصابي تعبانة وأخلاقي ضيقة، أو تجد ناس في رمضان لا تكتر الشمس. يعني لا تكتر الشمس؟ يعني طول الليل سهران، الله أعلم سهران فيه بغض النظر وسهران فيه، خليه رجل صالح بيصلي القيام، وخليه رجل عادي سهران في بيتسلى وبيأزأز مع الأسرة وقدام التلفزيون، المهم لغاية لما يحين وقت السحور ويتسحر، ويمكن يصلي الفجر، ويمكن يسحر وينام ما يصليش الفجر كما كنا نرى ونسمع، وبعدين يروح نايم طول النهار. سبحان الله، أين الصلاة في مواقيتها؟ سبحان الله، هل هذا هو الصيام المطلوب؟ هل فعل هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل فعله الصحابة؟ هل يعني في عقل يقبل مثل هذه السلبيات الموجودة في الأمة وهذه الصور البغيضة؟ طبعا لا، هذه ثقافات شعوب ينبغي أن تحارب. لو أن الإعلام عندنا يهتم بالإيجابيات ويهتم بأن يدفع الناس إلى الخير دفعا ويحضهم عليه، ويتم تجديد الخطاب الإعلامي، إنه يا جماعة لا، الصيام مش كده، لازم ده الصيام عندنا في الإسلام كان فيه عمل وعمل دؤوب، والصيام مع شهر رمضان كيف كانت الغزوات، ثم كيف كانت الفتوحات، ثم كيف كانت الانتصارات. فلما تقارن ما بين عمل بسيط يجلس فيه الإنسان على الكرسي في
شركته، يجلس على مكتبه في وظيفته وتعبان لأنه صايم وعاوز ياخذ أجازة فضفضوا لي ساعات العمل. أين هذا من أناس ينطلقون في الصحراء وهم يجاهدون؟ جل الانتصارات كانت في شهر رمضان، فهذه ينبغي أن توضع في الحسبان، نعم، بحيث تحارب الثقافة الموجودة عند الشعوب، ثقافة البطالة والكسل بحجة الصيام طيب وبحجة شهر رمضان. طيب دكتور عمر، يعني في ضوء ما تفضلت بذكره قبل قليل، لو أريد وضع خريطة لحياة المسلم في شهر رمضان تتضمن الأفعال البدنية والفكرية والعقل والروح والجسد إلى آخره، فما أبرز خطوط هذه الخريطة التي تحقق الغايات والمقاصد التي شرع من أجلها الصيام في شهر رمضان؟ نلتمس هذه الخريطة من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يبدأ يومه من قبل الفجر، يبدأه وقت السحر، يصلي، يدعو، يستغفر، بعد سحوره يكف عن السحور، حان وقت الفجر فيسمع الأذان، يصلي ركعتي الفجر اللي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وهذا في النافلة، فكيف بالفريضة؟ فيكون حريصا على صلاة الفجر، مش سهران وضيع صلاة الفجر. وبعدين بعد ما يصلي الفريضة، المفترض في الصلاة يا إخواني أن تكون صلاة ونلتزم فيها هدي النبي عليه الصلاة والسلام القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، وما لم تكن صلاة خاشعة فلتكن مطمئنة، بحيث يكون هناك طمأنينة في كل ركن من أركان الصلاة. يا إخواني، نحن في صلواتنا التي نراها حتى في مساجدنا أصبحت حركات بهلوانية، أصبحت من السرعة بمكان، إحنا بننفذ الكلمة القائلة إحنا في عصر السرعة بننفذها في الصلاة ولا نكاد ننفذها في شيء آخر، فهذا تهريج. ولذلك نحن حرمنا المساجد، حرمنا الجمع، حرمنا الجماعات، لعلنا نفيق. فالمهم نصلي ونشوف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يصلي الفجر، كيف هذه الصلاة المشهودة التي تشهدها ملائكة الرحمن وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وبعد ما يصلي يجلس في أذكار الصلاة، كل ذكر ما شاء الله فيه ملايين الحسنات. شوف لما يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات وهو على هيئة الصلاة بعد الفجر مثلا، كأنما أعتق 4 رقاب، كتب له 100 حسنة ورفع 100 درجة ومحيت عنه 100 سيئة. لما يقول: سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، فيختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وبعدين لما يجلس يذكر الله عز وجل بأذكار الصباح ومعها شيء من القرآن، أو ربما استغرقت أذكار الصباح هذا الوقت من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وينتظر حتى تطلع الشمس حسناء بمقدار 10 دقائق ربع ساعة بعد طلوعها، فيكون الارتفاع، ويصلي ركعتي الضحى، فيكتب له ثواب حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين. أي شرف هذا وأي فضل أكبر من هذا؟ واحنا اللي محرومين من العمرة في رمضان ومحرومين من الحج، الله أعلم، كل هذه الأشياء عندك كل يوم تستطيع تأخذ ما يجزئ. يعني في فرق العلماء يقولون بين الجزاء والإجزاء، يعني عندك جزاء عمرة أو حج وعمرة تامتين بأذكار تذكر ربك بها ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. روح بعد كده يا أخي استريح شوية، عندك نومة الضحى، وعندك بعد ما صليت الضحى ريحت شوية، وبعدين مثلا قمت تقرأ القرآن، جاء وقت الظهر تصليه في وقته. أي الأعمال خير يا رسول الله؟ أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟ قال: الصلاة لأول وقتها، أو الصلاة على وقتها. وبعدين ممكن يعني إذا احتاج قدر من الراحة يستريح، قدر من القيلولة يقيل، وفي قرآن وفي اتصالات، في صلة أرحام بالزيارة بالاتصال، في واجبات بيت يؤديها، يصلي العصر، يجلس بعد العصر مع القرآن، يجلس مع أذكار المساء، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، هي أذكار الصباح وأذكار المساء لغاية لما تغرب عليه الشمس، وقاعد في أذكار وقاعد في أدعية، حان المغرب
يسمع الأذان يعجل بالإفطار، لا تزال أمتي بخير كما قال عليه الصلاة والسلام، لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور، فيعجل على تمرات أو رطبات وترا ثم يشرب عليها الماء ثم يصلي المغرب في جماعة. حرمنا من الجماعات في المساجد، يصلي بأهله ويصلي الفريضة ويقول الأذكار وتقوم الزوجة من غير ما تصلي السنة تحضر الإفطار وبعدين تصلي السنة هي بعد الإفطار، أنت ممكن تصليها قبل الإفطار أو بعده، وتأكل حاجتك من الطعام بدون إسراف، تأكل من الطعام بدون نهم، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وعشان عندك عبادة جاية عتق قيام والبطنة تترك البطنة تمنع وتقعد الأعضاء عن العبادة، فيقوم أنت ما تأكلش كتير قوي في الإفطار وبعدين تيجي تصلي تعبان ومجهد وتتكرع تتجشع وزعلان إنه الإمام بيطول إيه، وتدور على الإمام البول. المهم يجي العشاء فتصلي العشاء وبعد العشاء تصلي سنة العشاء وأذكار الصلاة وبعدين، والأذكار بالمناسبة قبل السنن مش زي ما بنشوف في المساجد هنا، وبعدين بعد كده تبدأ تصلي القيام، قيام اسمه تراويح. إنما اللي بنشوفه في واقع المسلمين ده تهريج، ما ينفعش 20 ركعة مثلا بصدر سورة البقرة ولا بآيات قصيرة ولا سورة الأعلى ولا سورة آيات الرحمن لأنها قصيرة، الرحمن الله أكبر علم القرآن إخواننا ده اسمه قيام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 8 ركعات، تقول عنها السيدة عائشة رضي الله عنها ما كان يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3، يعني الوتر. وكانت تستغرق منه ما شاء الله من الليل، وكان ممكن يريح شوية ويشوف حق أهله. وعندك في الأحاديث اللقمة ترفعها إلى فم زوجتك الصدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، مداعبة الزوجة والملاعبة وجلوسك مع الأسرة وتستغل وقت الحظر في أنك عدت إلى أسرتك والأشياء دي كلها. يبقى اليوم عدى ودي الليلة وانت في طاعة ومثلا بتريح شوية، ممكن لأنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم وينام إلا في العشر الأواخر من رمضان، فإنه كان لا ينام فيها بتتا، إذا دخل العشر الأواخر حيا ليله وأيقظ أهله وشد المئزر، كناية عن الجد والاجتهاد، وكناية عن اعتزال النساء، وكناية عن الاعتكاف ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. الله أكبر، يوم على هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم. نعم دكتور، كل هذا ما ذكرته يعني ربما يقودنا إلى الحديث عن روح التغيير التي يبثها رمضان في نفوس المسلمين، تتبدل حال المسلمين تماما. نريد أن نبحث معك كيف للمسلمين أن ينطلقوا من قاعدة رمضان نحو تغيير واقعهم وحياتهم، ولكن ليس قبل أن نذهب إلى هذا الفاصل. حياكم الله وأسعدكم مشاهدينا الفاضلين، وهذه عودة لمتابعة الحديث عن رمضان وحال المسلمين، وحديثنا في هذه الحلقة دائما مع الدكتور عمر عبد العزيز القرشي أستاذ العقيدة والأديان والمذاهب. مجدد الترحيب بكم دكتور عمر. مرحبا. حقيقة الإنسان المسلم يعيش حياة على مدار العام، يعيش حياة
محددة المعالم، لكن في رمضان ربما يعني يحدث نوع من الانقلاب أو نوع من التغيير، ثورة في حياة المسلم، كل نمط حياته يتغير، يراقب لسانه، يراقب علاقاته، يراقب جوارحه، ينضبط أكثر بضوابط الشريعة بفعل هذا الشهر وسطوته إذا صح التعبير في قلب المؤمن. السؤال هو كيف يمكن الانطلاق من هذه الحال في رمضان نحو تغيير حقيقي وعميق في عقلية المسلم وفي سلوكه وفي تصوراته انطلاقا إلى واقع جديد في حياته؟ حقيقة لن يكون هناك تغيير في واقع المسلم بصفة شخصية، ولا في واقع الأسرة بصفة خاصة، ولا في واقع الأمة الإسلامية بصفة عامة، إلا إذا كان الإيمان موجودا داخل الإنسان. الإيمان الذي ليس بالتمني ولا بالتحلي ولا بالتلهي، إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. الأمة الآن يعني في رمضان وفي غير رمضان في سلبية، في أخطاء، في أمراض منتشرة أوصلت الأمة إلى هذه الحال، بل إلى تلك الأوحال وما تعيشه من أهوال. لكن حقيقة إذا الإنسان نوى أن يعود إلى الله وأن يصطلح مع الله، ووجد الإيمان في القلب، وإذا به يبدو ظاهرا على الجوارح، لا شك أن شهر رمضان سيكون بداية انطلاقة عظيمة في حياة الأمة. ينبغي أن يكون شهر رمضان كموسم سنوي، كما هذه الابتلاءات التي نبتلى بها وأشياء كثيرة في حياتنا ينبغي أن يكون لها تأثير، ينبغي أن يكون هذا التأثير إيجابيا لا سلبيا. يعني الآن مثلا مع هذا الابتلاء الذي يريد الله عز وجل منا أن نعود إليه وأن نتضرع إليه، تجد العكس أو تجد السلبية عند كثير من الناس، إلى القفشات واللهو كذا والقعدة في البيت جعلتهم حتى الصلاة يهملون فيها فضلا عن بقية العبادات وبقية الطاعات، هذه سلبية. كذلك شهر رمضان إذا كنا فيه بدون الوازع الإيماني، هنجد رمضان بالنسبة للناس تعب، ورمضان يعني إمتى ينتهي اليوم وإمتى ينتهي الشهر، ومثلا والحرص على الراحة والحرص على النوم والحرص على الأجازات والحرص على أنه ينسى أنه صايم، بيسلي صيامه بالأفلام وبالمسلسلات وبالإعلام وبالمواقع، هذه السلبية. لكن ينبغي أن يوجد الإيمان داخل الإنسان ليغيره ليحركه، ويأتي شهر رمضان بما فيه من نفحات وما فيه من خيرات وما فيه من بركات، فيكون وازعا قويا على التغيير مع اللغة الجماعية الموجودة. يعني ما شاء الله الطاعة بتؤدي إلى طاعة، من صلاة لصلاة، وصيام اليوم يؤدي إلى صيام الغد، والصيام يؤدي إلى القيامة، والعبادة الأذكار تؤدي إلى عبادة القرآن، ومن القرآن إلى الأذكار، فبيعيش جو إيماني بيقوى فيه الإيمان، وتزكو فيه النفوس، وتطهر فيه الأرواح، وتسمو القلوب. هذا إذا وجد بهذه الطريقة وحاول يزكي نفسه بالمنهج الرباني والهدي النبوي، هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كما في قول الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الضلال المبين سلبية، عبارة عن عقيدة جاهلية، ظن الجاهلية وحكم الجاهلية وحمية الجاهلية وتبرج الجاهلية، هذه سلبيات ينبغي البعد عنها. لا أدعي أنني من أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأنا عندي ظن الجاهلية، حكم الجاهلية وحمية الجاهلية وتبرج الجاهلية عند النساء. ما لي المطلوب؟ أنه أعيش المنهج المهمة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، يتلو عليهم آياته، آيات في الكون منظورة وآيات في الكون مسطورة، آيات في الكون منظورة وآيات في القرآن مسطورة. أين المسلمون من الآيات التي في الكون منظورة؟ تركناها للكفرة. أين المسلمون من الآيات التي في القرآن مسطورة وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ قال: يتلو عليهم آياته ويزكيهم. التزكية، التطهير، إنما البركة، التزكية عبارة عن تخلية
عن كل الجاهليات وكل السلبيات وكل الأدران وكل القاذورات، وتحلية بمنهج الله عز وجل بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن أصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيعيش بهذا المنهج، يزكيهم، يحليهم، يجليهم، يطهرهم، ينقيهم، حتى تصفو النفوس من نفوسها. خلت نفوس الصحابة من حظ نفوسهم، فكانوا ملائكة يمشي على الأرض، وكانوا قرآنا يمشي على الأرض. رباهم محمد صلى الله عليه وسلم تربية إيمانية. هكذا ينبغي أن نعيش هذا الجو الإيماني مع شهر القرآن في شهر رمضان، وأن نعود إلى ربنا الرحمن يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. القرآن والسنة خير العلم وأنفعه. النهاردة عندنا تعليم منتشر في أرجاء الدنيا، لكن لا في قرآن ولا في سنة. إذا وجد فهو ذرع للرماد في العيون، ومن ثم فالأحوال كما تراها تحولت الأحوال إلى أهوال، لكن المنهج الذي يجعلنا في قمة الأمم هو هذا المنهج، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لكن أن ننتسب لهذا الدين ونحن في الضلال المبين الذي أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم لإخراج البشرية من الضلال، ونحن نعيش هذا الضلال في رمضان وفي رمضان، يعني نعم. العقيدة الجاهلية أو ظن الجاهلية منتشرة في الدنيا بصورة عجيبة بين المسلمين. إحنا كلنا نقول لا إله إلا الله، لكن أين هي من واقعنا؟ طيب حكم الجاهلية، وريني بلد بتحكم بشريعة رب البرية. طيب حمية الجاهلية، الفرقة والعصبية والقومية، وهذا الثأر، وهذه الأمثلة، أنا وأخوي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب. إذن الحمية الجاهلية في أوسع صوره. أما تبرج الجاهلية فحدث ولا حرج. تبرج الجاهلية اللي بيحكي ابن عباس، كانت المرأة تلبس الطويل من الثياب وتغطي شعرها غير أنها تظهر صفحة رقبتها، فسماه الله تبرج الجاهلية الأولى. أين هذا من تبرج جاهلية القرن العشرين؟ والمسلمة تبقى صايمة وماشية في الشارع، ماشية في الشارع متبرجة، كاسية عارية، لابسة من جيب، لابسة ميكرو جيب، لابسة بنطلون مقطع، لابسة بنطلون درتي، الولد منزل البنطلون ومبين البوكسر. الدنيا إيه؟ فين تبرج الجاهلية مما عليه النساء المسلمات؟ كيف أعرف هذه مسلمة ولا غير مسلمة؟ إذن لابد أن نتربى، ولن تكون التربية إلا بالإيمان وبالقرآن، ونستغل رمضان. طب الإيمان دكتور، يعني أنت قلت لن تنصلح الحال إلا بالإيمان، ولن يكون الصيام كما يريده الله إلا بالإيمان. هل الإيمان شيء مودع من الله سبحانه وتعالى أم مكتسب من الإنسان بالدربة؟ لا، بل مكتسب من الإنسان. الإيمان فطرة بداخل الإنسان، ثم تأتي العوامل الكسبية، إما أنها توجد هذا الإيمان وتحييه وتقويه وتنميه، وإما أن تطمس هذه الفطرة وتأتي الشهوات مع الشبهات فتجعل رانا يتراكم على الفطرة الإيمانية حتى لا يبصر حقا ولا يعرف حقيقة. إنما إذا عاد إلى الفطرة الإيمانية المقوسة فيه والعهد والميثاق المأخوذ عليه في عالم الأرواح، وإن أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فهذا الميثاق موجود، هذا الإيمان موجود، التوحيد موجود، لكن قويه ونميه وزوده بالطاعات. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، هذا لا شك أنه كسبي. طيب دكتور، يعني وضحت الفكرة، لكن يعني رمضان أنت كما تلاحظ أنه في كل عام يستقبل المسلمون شهر رمضان بالتكبير والتهليل والتحميد، ويصومون بالملايين ويملؤون المساجد ويقبلون على القرآن، تتغير حالهم ظاهرا دكتور، لكن مع ذلك الأمة ما زالت تعيش في بأس. لماذا لا يحصل الغايات المتحققة والمتوخات من رمضان بالرغم من إقبال الناس على رمضان؟ المعنى الذي كنا ندندن حوله، ولعل الكلام لا يكون تكرارا، في أن رمضان لن يكون على المعنى الذي نرجوه ولا بالمعنى الذي أراده الله عز وجل إلا إذا كان في إيمان داخل الإنسان. ولذلك يعني آيات الصيام كيف بدأت؟ يا أيها الذين آمنوا، وإذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه. وبعدين بعد ما تكمل أول آية في الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لماذا؟ لعلكم تتقون.
والتقوى هذا دين، التقوى منهج، التقوى عقيدة خالصة، عبادة صحيحة، معاملة حسنة، أخلاق طيبة. التقوى خوف من الجليل، عمل بالتنزيل، رضا بالقليل، استعداد ليوم الرحيل. التقوى امتثالك لما أمر الله وانتهاؤك عما نهى الله، والوقوف عند حدود الله. إذا وجدت هذه المعاني وجدت حقيقة الصيام. طيب دكتور، أنا حقيقة ما أردت التكرار، وإنما يعني أنا عندما يقبل المسلمون على نعم عندما يقبل يعني أقصد من سؤالي، يعني أنا فهمت ما كنت تتحدث عنه، وإنما بنيت سؤالي على نقطة جديدة، وهي أنه ألا يتحقق الإيمان أو لا يدل على الإيمان إقبال الناس على الصيام وإقبالهم على المساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يرتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، وإقبالهم على القرآن، أليست هذه من الإيمان دكتور؟ من الإيمان كما قال ربنا الرحمن: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ففي الآية دلالة على أن الذي يعمر مساجد الله إن شاء الله مؤمن. لكن الحديث الذي ذكرت فضلتك إذا رأيتم رجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، فعلماء الحديث على تضعيفه. قلت وإن كان المعنى صحيحا مقتبسا من الآية إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، نعم هذه معاني إيمانية، لكن أحيانا بتكون وقتية. يا أخي الكريم، أنا خبرت الناس على مدى يعني قرابة 40 سنة في حقل الدعوة بفضل الله، فخبرتهم يفرحون برمضان فرحة العيال، فرحة العيال بالعيد. يعني إيه فرحة العيال بالعيد؟ عندك شوف فرحة العيال بالعيد وهيصة ولبس جديد وشوية فواليس وقري ولعب وفسحة. إحنا برضو بنفرح برمضان في أوله، يعني في الأول كده كل المساجد ممتلئة والشوارع حول المساجد ممتلئة والناس محافظة على التراويح، يوم اثنين ثلاثة يمكن أول أسبوع ما بيكملش صدقني ما بيكمل، وبترجع المساجد زي ما كانت قبل رمضان مثلا عبارة عن صفين ثلاثة، ترجع صفين ثلاثة والناس يريحوا بقى وخلاص، وبعدين يجوا على العشر الأواخر من رمضان يجتهدوا فيها مرة أخرى، ويمكن يجتهدوا في الليالي الوترية رجاء أن يدركوا ثواب ليلة القدر. زي اللي بيتعاملوا مع ربنا بالحتة، في فتور في تقصير. لا أزعم أنه يعني الناس في رمضان فعلا فيهم معاني الإيمان، فرح فرحة في أول رمضان وتهاني بشهر رمضان وتبركات وأشياء من هذا القبيل، وبعدين يبدأ الحاجات اللي هي عبارة عن عادات في دنيا الناس، عادات المواسم والمناسبات، اللي في رمضان يتاكل واللي بيتشرب واللي بيتلبس عند العيد، عادات. لكن الإيمانيات اللي كان عليها أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام في رمضان البون شاسع. لازم نعرف الإيمانيات هذه حتى فعلا يتحقق فينا الإيمان ونصل إلى ثمرة الصيام التي هي التقوى بكل ما تعنيه كلمة التقوى. ما لم تصل إلى مثاليتها اتقوا الله حق تقاته، فلتكن في واقعيتها فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. طيب دكتور، يعني أنا يعني لن نذهب إلى فاصل حتى يعني لا يدركنا الوقت، نريد أن نواصل معك الحديث لأسألك عن استقرائك واستنباطك والعلماء لقضية أن رمضان على مدار التاريخ كان موسما ليس فقط للعبادة وحصول التقوى، وإنما لانتصارات المسلمين. كثيرا من المعارك الكبرى التي غيرت مجرى التاريخ كانت في رمضان، انتصر فيها المسلمون في رمضان. هل ثمة قراءة أو فهم واستقراء لهذا السر؟ لماذا خصص الله سبحانه وتعالى رمضان لشهر الانتصارات والفتوحات للمسلمين وإعزاز الإسلام وأهله؟ يمكن أن نلقي الأضاء بأن هذا الشهر الذي هو شهر بركة، تصبح الانتصارات من بين بركات رمضان. فعلا جل الانتصارات جاءت في رمضان، وكأن المسلمين فقهوا هذا الدرس فصاروا يجعلون غزواتهم وفتوحاتهم في شهر رمضان ويكون النصر حليفا. الدرس الثاني كيف أن المسلمين فهموا أن رمضان ليس دعة، ليس سكونا، ليس نوما،
لا يحتاج إلى أن احنا نأخذ الأجازة والعطلات وكذا، إنما هو جهاد بكل صوره. فإذا كان الصيام نوعا من الجهاد فليكن الجهاد بخلاف جهاد النفس الذي ينبغي أن يوجد أولا ليوجد فينا جهاد الأعداء وجهاد الشياطين والمنافقين والجهاد المتمثل في الأمر المعروف ونهي عن المنكر، ونصل إلى هذا الجهاد الذي نجاهد فيه سواء كان جهاد دفع أو كان جهاد طلب لرفع راية الإسلام ولرفع راية الحق، وجهادا في سبيل الله سبحانه وتعالى. الصحابة والمسلمون على مدى القرون الخيرة والتي بعدها فهموا ذلك، فكانت فعلا مواقعهم وكان جهادهم وكانت انتصاراتهم في شهر رمضان المبارك. إذن هذا الشهر له بركته، والبركة التي عند المسلمين الذين فهموا هذا، فجمعوا بين بركة الشهر وبركة الجهاد وانطلقوا في أرض الله لرفع كلمة لا إله إلا الله ولرفع راية التوحيد ورفع راية الإسلام في ربوع الأرض عالية خفاقة، فاجتمعت البركات وكانت الانتصارات بفضل رب الأرض والسماوات. يعني هل يمكن استقراؤها على أنه كما ذكرنا في بداية هذه الحلقة أن رمضان يعني يطيع العبد ربه بالسلب بالامتناع عما أباحه الله سبحانه وتعالى، فالله يكافئه بإغداق النصر عليه والفتوحات، هل ثمة رابط بين هذا وذاك ربما دكتور؟ لا بأس، لماذا لا نربط؟ موجود، الإنسان يقبل على الله ويجاهد نفسه وكذا، فتأتيه الفيضات الربانية والنفحات وتأتيه الانتصارات تأتيه الخيرات وتأتيه الرزق، وتجد مع ما قدمه لله عز وجل من جهد المقل الضعيف إن كان سلبيا بالكف عن الشهوات والمحرمات أو إيجابيا بامتثال الأوامر فرائض ونوافل بفعل الطاعات، ستجد أن الله عز وجل يغدق عليه من فضله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويتحقق فيه مثل هذا الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فمتى ما كنت وليا لله كنت في نصرة الله وكنت في معية الله، ولذلك يأتي النص والله معك وسيحارب معك عدوك. من آذى لي وليا أو عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وبعدين إيه السر في هذه الولاية؟ وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ده الأول وده الأصل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وفي معناها ولئن استنصرني لأنصرنه. فأنت في معية الله فيأتيك النصر ويأتيك الخير ويأتيك الفرج من الله سبحانه وتعالى. إذا يعني دكتور يعني أفهم من كلامك وأرجو أن تصوب لي بأن المسلمين على مدى قرن من الزمان وربما أكثر أضاعوا البوصلة، تائهون، لا يعرفون كيف يعودون إلى مجدهم، كيف يجدون نفسهم يحافظون على هويتهم. يأتي رمضان ليكون فرصة ذهبيا إذا ما أدوه بحقه حتى تنقلب حال الأمة فيعود كما كانوا سابقا. نعم، لا شك كما ورد: إن لله عز وجل في أيام دهركم لنفحات. أن نستغل هذه النفحات بتصحيح المسيرة، بتصحيح المفاهيم، بتصحيح الدعوة، بإيجاد العلماء الذين يعلمون الناس هذه الحقائق، بإعلام مسلم صالح لا بإعلام داعر فاجر يضل الناس ويبعدهم عن حقيقة صيامهم وحقيقة قيامهم وحقيقة دينهم. جهود جبارة، بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. طيب ربما يعني يحسن بنا في هذه الحلقة أن نتحدث ولو بشيء من الاقتضاب عن رمضان في زمن الكورونا. دكتور، كيف ينبغي للمسلم أن يكون مسلكه في هذه الظروف الخاصة في ظل هذا الوباء والجائحة التي تجتاح العالم في شهر للأسف رمضان؟ لما كان بالناس بالنسبة للناس فرحة، ولذلك في حزن الآن حتى على مستوى العوام
والناس البسطاء، خلاص رمضان قرب وما فيش انفراج أن الكورونا انتهت، ولا ان احنا نرجع للمساجد ولا الجمعه ولا الجمعات. يا ايه اللي احنا فيه ده؟ ده ما فيش تراويح، ده ما فيش فوانيس، ما فيش المساجد تأذن، ما فيش الفرحه اللي كنا فيها. كل هذه نظره الناس، يعني انه باصين. وكل اللي ما تقرا التعليقات يقول لك يا رمضان السنه دي مش هنصلي التراويح. التراويح دي سنه، التراويح دي سنه تصليها في البيت حتى لو المساجد مفتوحه، لكن بص للمعاني العظيمه، بص للفرائض، بص للاركان اللي انت ضيعتها يا مسلم. والمفروض انك انت تقف الان مع نفسك وقفه وانت قاعد كده في فراغ. يقول عنه النبي عليه الصلاه والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. في الفراغ اللي قاعد فيه راجع حساباتك، صحح افكارك ومفاهيمك، شوف ان انت المساله ما فيش جماعه في المسجد، اعمل جماعه في البيت، وخذها من قول الله عز وجل: واجعلوا بيوتكم قبله. وان كانت صلاتك في المسجد صلاه سريعه صليها في البيت مطمئنه، وان كنت في المسجد كنت بتأدي الفرض وتجري، لا صلي السنن. من حافظ على 12 ركعه في اليوم والليله بنى الله له بيتا في الجنه. ليه انت تأدي الفرض ولا تأديش النوافل؟ السنه في حياه الصحابه كانت حاجه عظيمه جدا، انما احنا في حياتنا يا سيدي دي سنه، يا سيدي كذا. لا، فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. فاجعل بيتك مسجدا تصلي فيه الفرائض لاهلك، وعندك جاء صلاة العشاء تمت، يلا صلي القيام. حافظ قرآن بما تحفظ. نعم. مش حافظ قرآن يبقى مصحف وحامل وتقعد تصلي ما شاء الله. اللي ما كنتش بتعمله في المسجد تعمله في البيت. لما كان الإمام في المسجد يركع وصلى، أنت صلي. شوف قيام النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان. نعم. يعني استغل كورونا، اجعلها عودة إلى الله، إلى نعم. الله، صلح مع الله، توبة، إنابة. نعم. وأنيبوا إلى نعم. ولعل لعل لعل احدى الفوائد الكبيره التي يمكن ان نفيدها من هذه الحلقه دكتور عمر، وهي ان على المسلم ان ينظر الى عظائم الامور سواء في رمضان او في غيره، ورمضان فرصه وحاله ينبغي ان تكون احسن مع هذا الشهر. اشكرك شكرا جزيلا في ختام هذه الحلقه دكتور عمر عبد العزيز القرشي، استاذ العقيده والاديان والمذاهب. شكرا لكم مشاهدينا الفاضلين، في حراسه الله.